مستمرين في سلسلة الربح من الفيسبوك في سوريا. أنت لديك صفحة قديمة أنشأتها في سوريا تحتوي على عدد مقبول نوعا ما من المتابعين وتريد أن تربح منها، أو مثلا الصفحة تقريبا اقتربت من تحقيق الشروط أو محقق شروط الربح، ولا تريد أن تقوم بعمل صفحة جديدة في خارج سوريا كما تكلمنا في فيديوهات سابقة، تريد أن تربح من الصفحة القديمة. لكن المشكلة أنه يقول لك في قسم تحقيق الربح بلد الإقامة غير مؤهل للربح. فهل يوجد طريقة لحل هذه المشكلة؟ في الحقيقة لا يوجد طريقة قانونية أو طريقة متبعة لتغيير البلد في صفحة الفيسبوك، ولا يوجد طريقة ينصح بها الفيسبوك أو طريقة موجودة في مركز المساعدة، وإنما جميع الخطوات التي سنتكلم عنها هي اجتهاد شخصي وتجربة شخصية، وإن شاء الله ستفيدنا هذه الطرق والخطوات لحل مشكلة البلد غير مؤهل في صفحة الفيسبوك. وطبعا لن تقوم أنت بالعمل على هذه الخطوات في سوريا، وإنما الطريقة ستكون من خارج سوريا من قبل أي شخص لديك في الخارج. المهم أن يكون مقيم في بلد مؤهل للربح من الفيسبوك، لأن الطريقة ستكون الفيسبوك سيحدد المكان والموقع الجغرافي للشخص في خارج سوريا ليتم تعديل الموقع وحل المشكلة. فإن قمت بالعمل على الخطوات في سوريا لن يتم حل المشكلة. الآن تابع معنا الفيديو لتفهم المقصود من هذا الكلام. الخطوة الأولى نقل ملكية الصفحة من حسابك الشخصي إلى أي حساب آخر لا تستخدمه. طبعا تكلمنا عن موضوع نقل الصفحة في فيديو سابق، وتكلمنا أنه إن كانت الصفحة التي أنشأتها سابقا على حسابك الشخصي وأنت بحاجة لهذا الحساب، يجب أن تقوم بنقلها على أي حساب فيسبوك آخر لا تستخدمه أو حساب جديد، لأنه سنعطي حساب الصفحة لشخص في خارج سوريا ليتم حل المشكلة، وبعد حل المشكلة سيبقى الحساب لديه لإدارة موضوع أرباح الصفحة في المستقبل، يعني سيبقى هذا الحساب موجود في خارج سوريا. فإن كانت الصفحة موجودة على حسابك الشخصي سأترك لك فيديو في الوصف لكيفية نقل الصفحة من حساب إلى حساب جديد. نعطي هذا الحساب لشخص في خارج سوريا ليقوم بالعمل على الخطوات التي سنقوم بها الآن بعد قليل. وبعد حل المشكلة سيضيف حسابك الشخصي في سوريا كأدمن محدود لتبدأ بالعمل على إدارة الصفحة ورفع الفيديوهات من سوريا. ستكون هذه الخطوة الأولى إن كنت تريد نقل الصفحة على حساب آخر. إن كنت لا تريد نقل الصفحة فقط تعطي حساب الصفحة لشخص في خارج سوريا ويبدأ بالعمل على الخطوات التالية. تحديد بلد الصفحة عن طريق الجي بي اس. الآن نقوم بتفعيل جي بي اس الجهاز أو الموقع. سنقوم بتغيير موقع الصفحة ليتعرف عليه الفيسبوك تلقائيا، ولكي يتعرف الفيسبوك أن مالك الصفحة مقيم في بلد مؤهل للربح ويتم تعديل موقع الصفحة. نفتح على صفحة الفيسبوك وليس على الحساب الشخصي. نضغط على صورة الصفحة، ننزل للأسفل، نضغط على الإعدادات والخصوصية ونضغط على الإعدادات، نضغط على إعدادات الصفحة، ننزل للأسفل، نضغط على زمنات الجهاز. من هنا من خيار الموقع نضغط على عرض المعلومات. يقول لنا أثناء استخدام هذا الخيار نتلقى الموقع الدقيق لهذا الجهاز أثناء استخدامك لفيسبوك فقط، يعني بعد أن نعطي فيسبوك السماح بتحديد الموقع تلقائيا سيتعرف على موقع الجهاز. نضغط في الأسفل على تحديث الإعدادات ونضغط على فتح إعدادات الجهاز، نضغط على الأذونات ونضغط على الموقع ونضغط على السماع عند استخدام التطبيق فقط. الآن أصبح الفيسبوك لديه صلاحية لمعرفة موقع الجهاز. انتهينا الآن من الخطوة الأولى، لننتقل إلى الخطوة الثانية اختيار بلد الصفحة من الإعدادات. الآن سنحدد بلد الإقامة من إعدادات صفحة الفيسبوك. سنختار الآن بلد الشخص في خارج سوريا، ولنفترض هذا الشخص مقيم في مصر مثلا. نختار البلد مصر ولا نختار أي بلد آخر، لأن الفيسبوك سيعرف أن الشخص مقيم في بلد معين ونحن اخترنا بلد آخر، لأنه الآن أصبح بإمكان الفيسبوك أن يعرف موقع الجهاز بسهولة. نضغط على صورة الصفحة ونضغط على اسم الصفحة، نضغط على تعديل، ننزل إلى الأسفل ونضغط على العنوان. من معلومات الاتصال نضغط على إضافة عنوان ونضغط على إضافة مدينة، نضغط على تحديث المدينة، نكتب اسم المدينة كما تكلمنا سنختار مصر ونضغط على حفظ.
الرمز البريدي. إن كنت تريد أن تكتب الرمز البريدي ليس هناك مشكلة، لكن سنختار لا تحتوي صفحتي على رمز بريدي. يبدأ الآن يتعرف على الموقع. كما تكلمنا في البداية، لا ننسى أن نقوم بتفعيل الجي بي إس في الجهاز لكي يتعرف على الموقع. تعرف الآن الفيسبوك على الموقع. اضغط على حفظ. تم تحديث موقع الصفحة واخترنا بلد مؤهل للربح، لكن هذه الخطوات وحدها لا تكفي، لربما قد يتأخر حل مشكلة البلد في الصفحة. نحتاج إلى خطوة إضافية أخيرة، وهي الخطوة الأهم والتي ستكون طريقة لتسريع حل المشكلة بأسرع وقت، مراسلة الفيسبوك لحل المشكلة. نحتاج إلى مراسلة دعم الفيسبوك ليقوم بحل المشكلة. الآن نحن اخترنا موقع الصفحة واخترنا بلد مؤهل للربح وقمنا بالسماح للفيسبوك بتحديد موقع الجهاز، فعندما نراسل الدعم ويشاهد أن بلد الصفحة هو بلد مؤهل للربح، سيبدأ بحل المشكلة بأسرع وقت وتصبح الصفحة مؤهلة للربح. ما هي الطريقة؟ ننتقل إلى الفيسبوك. نضغط على صورة الصفحة. نضغط على لوحة البيانات الاحترافية. ننزل إلى قسم تحقيق الربح ونضغط على الإعلانات المضمنة في المحتوى. نقوم بتصوير الشاشة أن بلد الصفحة غير مؤهل للربح حتى نرسل الصورة لدعم الفيسبوك. والأفضل أن تحدد على البلد بعلامة لكي يعرف الفيسبوك أن المشكلة هنا. تحدد بأي علامة أن بلد الصفحة غير مؤهل للربح. الآن نعود إلى الصفحة الرئيسية. ننزل للأسفل. نضغط على المساعدة والدعم. ونضغط على الإبلاغ عن المشكلة، يعني سنرسل إبلاغ للفيسبوك عن مشكلتنا. نضغط على الإبلاغ عن مشكلة. يقول لنا هل تريد تضمين السجلات والتقارير الشخصية الكاملة في البلاغ؟ ويقول لنا أيضا سيتم تلقائيا تضمين معلومات عن جهازك وحسابك وهذا التطبيق ذات صلة بالمشكلة التي تقوم بالإبلاغ عنها في هذا البلاغ لمساعدتنا على فهم المشكلة وحلها. وطبعا هذا هو ما نحتاجه، يعني عندما سنرسل البلاغ لفيسبوك سيتعرف على معلومات حسابك والجهاز والموقع والتطبيق، وعندما سيحصل على هذه المعلومات ويعرف أن الشخص مقيم في بلد مؤهل للربح من الفيسبوك، سيتم تلقائيا تعديل موقع الصفحة وحل المشكلة في أقرب وقت إن شاء الله. نضغط على تضمين في البلاغ. الآن يقول لنا أين هي مشكلتك، يعني المشكلة التي تريد الإبلاغ عنها. هل هي في الشراء، في عمليات الدفع أو الاشتراكات أو الإشعارات؟ طبعا مشكلتنا في الصفحة. نختار في الأسفل الصفحات. هنا تلقائيا قام بإرفاق صورة للصفحة الرئيسية، طبعا لا نحتاجها. نضغط على تحميل من الهاتف لكي نقوم بتحميل صورة من ملفات الجهاز. نحدد الصورة التي قمنا بتصويرها قبل قليل في قسم تحقيق الربح، وهي أن بلد الصفحة غير مؤهل للربح. الآن نحتاج لأن نصف المشكلة لدعم الفيسبوك حتى يعرف ما هي مشكلتنا. نضغط على وصف المشكلة. ستكتب الرسالة التي سأكتبها أنا الآن، والأفضل أن لا تكتبها حرفيا حتى لا تكون جميع الرسائل والإبلاغات التي ستصل إلى دعم الفيسبوك مكررة. سنكتب مثلا مرحبا أنا مالك صفحة تعلم بدقيقة. طبعا أنت هنا تكتب اسم صفحتك. بدأت برفع فيديوهات على الصفحة للعمل على تحقيق شروط الربح، لكن تفاجأت عندما دخلت إلى قسم تحقيق الربح أن بلد الصفحة أو الإقامة غير مؤهل للربح، مع العلم أنني أقيم في مصر ومصر بلد مؤهل للربح كما هو موجود في مركز المساعدة. وهنا أيضا أنت تكتب البلد الذي قمنا باختياره في صفحة الفيسبوك. طبعا أنا اخترت مصر كمثال فقط. نكمل الرسالة. أريد حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن لكي أبدأ بالعمل على تحقيق الربح من الصفحة، ولكم جزيل الشكر. نقوم بكتابة هذه الرسالة، وإذا أردت أن تقوم بلصق رابط الصفحة في نهاية الرسالة يكون أفضل. بعد أن نختار الصورة وننتهي من كتابة الرسالة، نضغط في الأعلى على أرسال. تم إرسال الإبلاغ. نكون الآن انتهينا من جميع الخطوات، وإن شاء الله بعد كل هذه الخطوات التي تكلمنا عنها سيتم حل المشكلة في أقرب وقت. بعد أن ترسل الرسالة أو الإبلاغ تنتظر حوالي 24 ساعة. تدخل إلى قسم تحقيق الربح. إن لم يتم حل المشكلة تعيد إرسال الرسالة مرة أخرى. تقريبا كل 24 ساعة ترسل إبلاغ إلى الفيسبوك ليتم حل المشكلة. وموضوع اختيار بلد الصفحة وتحديد الموقع نقوم به مرة واحدة فقط، ولا نكرر نفس العملية، وإنما الإبلاغ نعيد إرساله أكثر من مرة حتى يتم حل المشكلة. هذا كان كل ما يتعلق بمشكلة بلد الصفحة.
والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة.